انا عندي هنا الكريمه، كريمه الخفق، كريمه بتاعت الحلويات، ننزل فيها الكريمه هنا. احنا كنا حاطينها سائل خالص زي الكريمه اللي بنطبخ بيها. بصوا دلوقتي بقت عامله ازاي، اهي قلبت بقت ايه، كريم شانتيه. دي المرحله اللي احنا بنوقف فيها لو احنا بنعمل كريمه للشانتيه. تعالوا بصوا بقى هنا كده هتبتدي تفصل، فصلت بقت زبده. بصوا ازاي اهو، الزبده في حته والميه او السائل بتاع اللبن في حته. ناخد ده بقى ونصفيه وناخد منه الزبده، نصفي كده. بصوا بصوا كل ده لبن اهو، كل ده لبن اهو. هعمل ايه بقى؟ هاخد الزبده البيتي اللي احنا عملناها مع بعض في البيت، وهحط عليها ثوم مفروم، زعتر، روزميري، بقدونس. الزبده البيتي اللي احنا عملناها دي انا هاخد منها جزء كده اهوت اوريكم بس، لان انا مجهزه رول عشان عايزه اقدم لكم بقيه الزبده زي ما هي. بصوا الزبده عامله ازاي. في البيت هتعملوا ايه؟ هتحطوها في شاشه وتسيبوها، لان بيبقى فيه شويه سائل جواها لسه ايه، مطرح الضرب في الكبه، فهتسيبوا السائل ده كله ينزل لتحت وتعصروا عصره كده بالشاشه، وتاخدوا منها بقى ايه الزبده، الزبده لوحدها. هحط ملح، هحط فلفل اسود، زعتر، روزماري، ثوم مفروم، بقدونس. اخلط اهو، بقت عندي زبده منكهه. تمام اهي، ممكن برضو تتحط في برطمان في التلاجه، ويبقى عندنا برطمانات كتير بنكهات كتير. عملناها هنا، واقوم حطاها في بلاستيك راب ولفاها كويس جدا وشايلها في الفريزر.